Thank you very much. Your Excellency, President al-Sisi, Excellencies, Heads of State, Honorable Ministers, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen. I am deeply honored to be here in Egypt, in Sharm el-Sheikh, with a chance to send my very, very warm greetings to all of you. I specifically want to congratulate أنا أود أن أقوم بتهنئة رؤساء الدول ثلاثية الأطراف على الجهد الكبير الذي بذل في الاتفاقيات التجارة الحرة. أملي أنه على مدار الفترة القادمة سوف يتم توقيع اتفاق يمكن أن يحقق الرفاه للجميع خاصة للفقراء وللمجموعات الضعيفة والمهمشة. فاتفاق تجارة حرة يمكن أن يكون حجر الزاوية لاقتصاد يربط القاهرة حتى كيب تاون ويربط كل الدول الموجودة فيما بينها وكذلك تحقق التكامل بين أفريقيا وإدماجه في الاقتصاد الدولي. نحن لدينا أجندة طموحة للغاية تجمع 26 دولة لديها إجمالي ناتج محلي يصل إلى 1.6 تريليون دولار وهي لديها القدرة على التحول. هذا لا يمكن أن يتم تعزيزه سوى من خلال التعاون ولقد تعلمنا هذا الدرس مرارا وتكرارا. إننا يجب أن نصحب ذلك بمجموعة من السياسات التي تساعد الغالبية العظمى من السكان في أفريقيا على الاستفادة من التجارة. هذا يتضمن تعليم أفضل للشباب وبنية تحتية متطورة وكذلك تكنولوجيات ونفاذ أفضل للخدمات المالية. أفريقيا قد حققت تقدما هائلا على مدار العقدين الماضيين وقد حققت معدلات نمو اقتصادي عالي وكذلك تقدما هائلا وهي يواجهها الآن حالة من عدم التيقن على المستوى العالمي. هناك أسعار كذلك مرتفعة للغاية للسلع بالإضافة إلى تحدي التغير المناخ والتحديات الأخرى الموجودة على الحدود المختلفة. يمكن أن أطمئنكم أننا في مجموعة البنك الدولي ملتزمون بمساعدة في إدارة تلك المخاطر بكل أشكالها وصورها. في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط لقد قمنا بتقديم 20 مليار دولار كمساعدة في عام 2014 ونحن مستمرون في تقديم مستويات أعلى من هذه المساعدة هذا العام. قد قمنا بإعادة تنظيم المنظمة بأسرها لتعزيز نقاط القوة الموجودة لدينا وكذلك للاستفادة من الخبرات الموجودة من 70 عاما من وجودنا من خلال أنظمة تمويل مبتكرة تقدم نتائج أفضل لبلادكم. ونحن نقوم بالإضافة إلى عملية الإقراض التي نقوم بها نقوم بإنشاء منشأة يمكن أن تقدم المساعدة المباشرة للدول التي تواجه تحديات خاصة التي تواجه تحديات متعلقة بالأمراض التي تشهدها القارة الأفريقية. وهناك كذلك كثير من الدول التي تواجه ذلك ومن بين هذه الأمراض الإيبولا. واليوم أفريقيا أكثر من أي وقت مضى أوضحت أنها منفتحة على مجال الأعمال والاستثمار والبلاد لازال لديها طريقا طويلا لكي تسير فيه في هذا الاتجاه. كلنا نعرف أننا نعمل معكم عن كثب لتعزيز هذا المجال وكذلك نتوقع أن الأمر يتطلب 37 يوما للتصدير و32 يوما للاستيراد ونحن نريد أن نقلل من هذه الأيام لعملية الاستيراد لأنها مرتفعة للغاية هذه الأيام مقارنة بالأيام الموجودة في أمريكا اللاتينية والمناطق الأخرى. ونحن نعرف أن اتفاقات التجارة الحرة والعمل الذي نقوم به بالتعاون معكم جميعا يمكن أن يسمح لنا بأن نحقق تقدما هائلا وأن ننقل القارة بأسرها قدما. نحن نعرف كذلك أن التكامل الإقليمي تحدي أساسي بالنسبة للقارة بأكملها ونعرف أن الأمر لا يعتمد فقط على اتفاقات التجارة الحرة يجب أن يكون هناك تكاملا إقليميا فهو يلعب دورا محوريا في تعزيز الدول للتحرك قدما والتغلب على الصراعات خاصة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي. ونحن لدينا مجموعة من المشروعات سوف تساعد المنطقة بأكملها بالإضافة إلى الاهتمام بمجالات محددة مثل الطاقة المتجددة والتجارة والتي نتمنى أن تعزز تحقيق السلام والاستقرار. هذه الجهود تجري بالتعاون مع دول متعددة وكذلك الأمم المتحدة ومؤسسات مثل البنك الإسلامي للتنمية. نحن نود أن نتوسع في جهود الاندماج والتكامل على مستوى القارة.
وفي وجه حالة عدم الاستقرار الحالية في منطقة الشرق الأوسط فإنني أدرك أنه من الصعب في الوقت الحالي أن نتوقع الأمن والسلام للجميع، ولكن علينا أن نتمتع بالتفاؤل ونستمر في الاستعداد بانتهاز الفرص الاقتصادية المتاحة. يجب علينا أن نستثمر في الأصول غير المطروقة في المنطقة. يجب علينا أن نستثمر في الشباب والنساء من خلال توفير تعليم أفضل لهم، وكذلك توفير رعاية صحية أفضل وتدريب على الوظائف. مجموعة البنك الدولي مستعدة لحشد المزيد من الموارد المالية وتقديم الدعم الفني في صورة التعليم والتدريب المهني والفني بالشراكة مع القطاع الخاص والحكومات. غرضنا الأساسي هو تحسين جودة التعليم بشكل سريع بالاستفادة بأفضل التكنولوجيات والإبداعات والابتكارات الموجودة في أي دولة في العالم، وكذلك لكي نرأى بالفجوة الموجودة في الوقت الحالي. هذا التعليم سوف يساعد الشباب والنساء والجامعات المهمشة على أن تجد فرصا أفضل لحياة أفضل. وفي عامي الثالث في هذه الوظيفة فأصبح لدي كثير من أصدقاء، وأنا ورئيس الوزراء كنا في ألمانيا، وكثيرين منكم ربما لا يعرفونني، وأنا أود أن أقول شيئا شخصيا هنا. منذ 20 عاما قبل أن أصبح رئيس البنك الدولي كنت جزءا من مجموعة كانت تتظاهر ضد مجموعة البنك الدولي، وكنا ندعو لإغلاق مجموعة البنك الدولي في الذكرى 50 له، وبعد ذلك خسرنا هذا الجدل، وأنا سعيد لذلك لأن الكثير قد تحقق بفضل مجموعة البنك الدولي. لقد بدأنا في الاستماع لكم، وأنا كنت طبيبا، ولذلك أود أن أطمئنكم جميعا على أن مجموعة البنك الدولي لا تأتي إلى أفريقيا بأي وصفات جاهزة. نحن هنا كي نعمل معكم، كي نساعدكم في تحقيق كل الطموحات الموجودة لديكم لشعوبكم، خاصة للأفقر وللفئات المعرضة للخطر. نحن نؤمن بأن هذه هي لحظة أفريقيا. نحن نؤمن بأن من خلال الجهود المركزة يمكن أن تستمر معدلات النمو الاقتصادية العالية، وأفريقيا في 26 دولة الممثلة هنا يمكن أن تقود الأجيال القادمة من خلال الممارسات الفضلة، وكذلك أن تصل إلى مستوى من النمو لا يتوقعه بعضنا. نحن في مجموعة البنك الدولي ملتزمون بالعمل معكم ومساعدتكم على تحقيق رؤياتكم من خلال اتفاقية التجارة الحرة التي تم وضعها بطريقة سوف تخدم الأفقر، ونحن لدينا الكثير من التفاؤل والأمال لهذه المنطقة كلها. شكرا لكم، وأتمنى لكم التوفيق في المحادثات اليوم، ونحن معكم. شكرا.